عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم ان شاء الله. هنعمل حاجة كويسة قوي. لو محتارة تعملي فطار ايه او عشاء، وكمان تنفع وجبة غدا مع سلطات بقى والحاجات دي. انا هعمل النهاردة عجة البطاطس ان شاء الله، يا رب تعجبكم. عندي هنا 4 بطاطسات مبشورين، جبنة موتزاريلا، 4 بيضات، بابريكا، ملح، فلفل اسود، بقدونس. نبتدي البطاطس في الطبق كده. انا مصفيه منها الميه، ما فيهاش اي ميه خالص، ما فيهاش ميه خالص. والبيض والبقدونس والتوابل هقلبهم كويس كده. بعد ما قلبتها جامد، هجيب بقى الطاسة وادهنها زيت واحطها على البوتاجاز. من البطاطس في الطاسة طبقة، بعد كده هنزل عليها كده بالجبنة، جبنة الموتزاريلا، وهحط طبقة تانية. حطيت الطبقة التانية والجبنة الموتزاريلا في النص، هنقلبها وهنشوفها ان شاء الله تبقى عاملة ازاي. لها عجة البطاطس بعد ما قلبتها بقت بالشكل ده. لكم تاني بعد ما خلصت وصفة البطاطس بقت بالشكل ده، جربوها والله ما هتندموا. طعمها حلو قوي، وزي ما انتوا شايفين شكلها حلو. واتمنى تكون وصفاتي بتعجبكم. ولو عجبتكم وصفاتي ياريت تشتركوا في القناة بتاعتي كل ما يخص المرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.